بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي بناتي. نواصل مع سلسله التمارين للاشتراء والامهاء باك 2018 سيونس. قبل البدء في التمارين لا تنسوا ابنائي بناتي بالمشاركه في القناه، الضغط على زر الجرس، وكذلك مشاركه القناه مع زملائكم حتى تعم الفائده. نقرا على بركه الله التمرين رقم 16 اللي هو باك 2018 سيونس. يقول التمرين تحتوي العديد من الفواكه على أصالات ذات نكهة متميزة، فمثلا نكهة الفواكه الغابة تعود إلى ميثانوات الإيثيل الذي يمكن تحضيره في المخبر بتفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول. الدراسة الحركية لتحول إماهة الأشتر، المتابعة الزمنية لتفاعل مزيج الابتدائي متكافئ في كمية المادة، يتكون من 0.03 مول لكل من ميثانوات الإيثيل والماء، مكنت من الحصول على المنحنى التالي. اكتب معادلة التفاعل، استخرج من البيان خاصيتين للتفاعل، احسب مردود التفاعل كيف نجعله شبه تام، عين التركيب المولي للمزيج عند التوازن، احسب السرعة اللحظية للتفاعل، اعطانا لحظتين 10 دقائق و 30 دقيقة، ماذا تستنتج؟ معالجة الحمض الكربوكسيلي بأساس، يحضر محلول أس بحل 0.01 مول من حمض الميثانويت النقي في حجم 1 لتر من الماء، فيقيس نقيته النوعية في 25 درجة فوجدت 0.049 في مسألة المتر. أعطانا لوندا، أنشئ جدول لتقدم التفاعل الحاد بين الحمض والماء، أحسب التركيز المولي سي أ للمحلول أس وبين أنه حمض ضعيف، أحسب قيمة بي أش المحلول أس، معايرة حجم بي أ من المحلول بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي سي بي، مكنت القياسات التجريبية من رسم البيان التالي. استنتج قيمة بكاء للثنائية المدروسة، جد التركيز المولي سي بي، أعطيت لوندا الأشترو موا والأشترو بلس، وأعطي لنا منحنى بياني. إذا أبنائي بناتي، هذا تمرين جيد لدراسة تفاعل الأسترة، بحيث أنه يتكون من جزئين، جزء يتكلم عن الأسترة وجزء يتكلم عن الأحماض والأسس اللي هو معايرة. إذا أول سؤال يقول الدراسة الحركية لتفاعل إماهة الأستر. إذا التمرين الجزء الأول تاعو يحكي لنا على إماهة الأستر، إماهة الأستر. في إماهة الأستر أعطانا ميثانوات الإيثيل والماء، إذا وأعطانا المنحنى البياني هذا. المنحنى البياني هذا بالشكل هذا، هذا منحنى بياني اللي هو فيه اكس بالميليمول، التقدم اكس بدلالة الزمن، فهذا هو المنحنى البياني المعطى. والسؤال يقول ما هي الخصائص التي يمكن استخراجها من البيان. هذا هو أول سؤال، خاصيتين للتفاعل. دونك خاصيتين للتفاعل، لكن هذين الخاصيتين منين نجيبوهم؟ نجيبوهم من البيان. نجيبوهم من ماذا؟ من البيان. إذا خاصيتي التفاعل نقدر نجيبوهم من البيان. احنا نعرفوا باللي التفاعل تاعنا الخواص تاعو ما هي؟ بطيء، لا حراري، ومحدود. عندنا قدام خاصيه، عندنا ثلاثه، عندنا بطيء ولا حراري ومحدود. اجماعه هذه باينه ابنائي بناتي. لا حراري، هل يمكن مشاهده الحراره هنا؟ لا يمكن. هل يمكن معرفه انطلاق من البيان؟ لا يمكن. معناها الخاصيتين اللي يحكي عليهم هي خاصية بطيء وخاصية محدود. هذا واش نقدر نعرف؟ خاصية بطيء وخاصية محدود. لماذا؟ بطيء لأن الزمن في البيان بالدقائق، إذا فهو ليس سريع لأنه يستغرق مدة زمنية، فالتعليل تاعنا بطيء لأنه يستغرق مدة زمنية، يستغرق ماذا؟ مدة زمنية، فهو دقائق، فهو يكون تدريجي،
يحدث تدريجيا، نعم تدريجيا، وبالتالي فهو بطيء. بينما محدود، نحن نعلم بأن كلمة محدود معناها غير تام. إذا الغير تام مش معناها؟ معناها الفينال أقل من الماكس. ما معنى ذلك؟ الفينال راهي عبارة عن قيمة تجريبية، نجيبها من البيان. بينما الماكس راهي قيمة نظرية، نجيبها بالحسابات. فلما نلاحظوا نجد أن القيمة التجريبية من البيان، نروح نقراو القيمة هذه إكس فينال، نقراو القيمة هذه إكس فينال، نشوفوا مع البيان الحقيقي، نلقاوها 2 4 6 8 10، 10 ميلي مول، 10 ميلي مول، لأنه قاعد يمشي بـ 2، 2 4 6 8 10، هكذا. بينما القيمة النظرية، النظرية هي إكس ماكس، وهو مزيج ستوكيومتري، إذا 0.03 مول بهذا الشكل. عندي القيمة النظرية والقيمة التجريبية. فالقيمة النظرية 0.03 مول، والتجريبية هكذا إكس فينال أقل من إكس ماكس. لماذا؟ لأن 10 ميلي مول هي 0.01، أقل من 0.03. إذا طريقة الإجابة نقول خاصيتي التفاعل بطيء، التعليم يستغرق مدة زمنية فهو تدريجي، محدود غير تام لأن الفينال أقل من الماكس. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، أحسب مردود التفاعل وكيف يمكننا أن نجعله شبه تام. إذا حساب المردود، حساب المردود، عندنا حساب مردود التفاعل، حساب المردود. نحن نعلم أن R هو طوفيميا، معناها إكس فينال على إكس ماكس فيميا. R تساوي الفينال، لقيناها درت برك، هاهي هي القيمة هذه 10 ميلي مول، معناها 10 في 10 قوة ناقص 3، والإكس ماكس 0.03 في 100، هذا هو القيمة تاعنا. فنلاحظ أنها 33.3%، فهذا هو المردود تاعنا. يقول السؤال كيف تجعله شبه تام. إذا يمكن جعله شبه تام، وهذه طرق تحسين المردود، تحسين المردود. فقط طرح السؤال فقط بطريقة غير مباشرة، في مكان يقول لك كيف نحسن المردود، قال لك كيف يمكن جعله شبه تام. إذا يجعل شبه تام إما بنزع أحد النواتج، وش معناها؟ معناها منع التفاعل العكوس، أو نقوله أخذ مزيج غير ستوكيومتري. إذن هذه هي إحدى الطرق، لكن بما أنه قال كيف نجعله شبه تام، إذن هذه ولا هذه كيف كيف، هنا رانا نقدر ننزع أحد النواتج، وهكذا يتحسن المردود وتزداد قيمته من القيم المحسوبة سابقا ومن القيم اللي مالفين بها. الآن نروحوا للسؤال اللي بعده، اللي هو عين التركيب المولي للمزيج عند التوازن. إذا التركيب المولي للمزيج عند التوازن، قبل إيجاد التركيب المولي للمزيج هناك سؤال هو معادلة التفاعل. إذا معادلة التفاعل وجدول التقدم، عندنا ميثانوات الإيثيل، ميثانوات احنا نعرفوا بلي الأسفل هكذا سي او او سي، ميثانوات
معناها ذرة كربون واحدة هنا الإيثيل، عندنا الذرة هذه ونزيدو لها واحدة أخرى، فها المركب تاعنا ميثانوات الإيثيل. نقدر نلمهم نلقاوه C2H5. ميثانوات الإيثيل نزيدو له الماء H2O، رايحين نلقاو HCOO زايد C2H5. الحمض نزيدو له الH، والكحول نزيدو له OH. فهذا هو أو هذه هي عفوا معادلة تفاعل الإماهة تاعنا. فالإماهة أننا الأستر نزيدو له الماء نلقاو الحمض والكحول، الأستر نزيدو له الماء نلقاو الحمض والكحول. نديرو جدول تقدم، إحنا عندنا كمية المادة، كمية المادة هذا N0003، مزيج متساوي المولات 0.003، ثم N0 ناقص إكس، ثم N0 ناقص XF، N0 ناقص XF، XF، XF. هذا هو جدول التقدم تاعنا، بلا ما ننساو أنه في البكالوريا نرسموه بشكل جيد، معناها نزيدو الحالة والتقدم 0XX فينال، حالة ابتدائية، حالة انتقالية، وحالة نهائية. السؤال يقول التركيب المولي عند التوازن، فالتركيب المولي عند التوازن معناها رانا نحتاجو XF، نحتاجو XF، وحنا لقينا ديجا من البيان لقينا بلي XF هي 10 × 10³ مول، لأنها ميلي مول لقيناها هنا، هذه هي XF تاعنا. إذا واش ندير بها؟ نعوض في جدول التقدم. واش نروح ندير؟ عندنا هكذا، عندنا كحول C2H5OH، عندنا حم HCOH، عندنا الماء H2O، عندنا الأستر HCOO C2H5. واش لقينا حنا؟ لقينا بلي XF هي 0.01 مول، هذا واش لقينا، هذا هو XF تاعنا. إذا هذا الإكس إف نعوضوه هنا، فإحنا عندنا في جدول التقدم عندي N0 ناقص إكس إف، N0 ناقص إكس إف، إكس إف، إكس إف. إذا هذه تخرج لنا 0.03 ناقص 0.01، 0.03 ناقص 0.01، إذا هذه 0.02، 0.02، بينما هنا 0.01، 0.01. هذا هو التركيب المولي للمزيج لتفاعل الإماهة، معناها في النهاية تبقى لنا 0.02 مول أستر، 0.02 مول ماء، بينما يتشكل 0.01 مول حمض و 0.01 مول من الكحول. هذا فيما يخص التركيب المولي للمزيج عند التوازن. السؤال الخامس، احسب سرعة التفاعل عند اللحظتين. اذا السؤال الخامس حساب سرعة التفاعل، حساب سرعة التفاعل. السؤال خمسة حساب سرعة التفاعل عند اللحظتين 10 دقائق و30 دقيقة. كما عودتكم أهم شيء أنك أولا تكتب القانون V dx/dt، هذا هو قانون سرعة التفاعل. ماذا يمثل هذا؟ هذا يمثل ميل المماس عند اللحظات المطلوبة. فالسؤال المطلوب سرعة التفاعل V تساوي
دي اكس على دي تي ماذا يمثل؟ يمثل ميل المماس، معناها لازم نرسم المماس في البيان في اللحظتين المطلوبتين اللي هما 10 دقائق و30 دقيقة. هذا هو المطلوب مني، مطلوب مني ميل المماس. إذا اللحظة الأولى تي أن 10 دقائق، في تساوي 10 ناقص 0، نهزوا القيم. ثم اللحظة الثانية 30 دقيقة بنفس الطريقة، هذه الـ V1 هذه الـ V2 30 ناقص 0. واش نروح ندير؟ نرسم المماس تاعنا في 10 دقائق، فاحنا البيان تاعنا قاعد يمشي في 10، عندنا 10 20 30 إلى غير ذلك. في 10 نسقط يطيح لنا مع قيمة 5، 10 نسقطها تطيح مع قيمة 5، نرسم المماس يطيح لنا مع قيمة 2، معناها حنز النقطة هذه إحداثيتها 10 و5، ها النقطة هذه إحداثيتها الإكس 10 والإيكغيك 5، إذا عندي الإيكغيك والإكس، ونهز النقطة هذه الفاصلة تاعها 0 والترتيب تاعها 2 بين قوسين في 10 قوة ناقص 3، هذه القيمة الأولى، معناها هي 5 ناقص 2 على 10، وتخرج لنا 3 في 10 أس ناقص 4، 3 في 10 قوة ناقص 4 مول المينوت. نروحوا للثلاثين في نفس الطريقة، هاي القيمة 30، البيان موش دقيق، لكن القيمة هذه هي 8.8، نرسم مماس يقطع لنا في النقطة هذه 6، إذا نهزوا النقطة هذه إحداثياتها 30 و8.8، نجي نعوض هنا، هنا 8.8، الصفر يقطع في 6، علما أن التمرين القيم تاعي هذه مضبوطة لأني خدمتها في السابق، نحسبوا القيم نلقاوهم 9.3 في 10 قوة ناقص 5 مول المينوت. إذا هذه هي قيم السرعة. يقول السؤال ماذا تستنتج؟ إذا في رأيكم واش رايحين نستنتجوا؟ ما هو الاستنتاج اللي رايحين نلقاوه؟ الاستنتاج أكيد نقول بما أن، الاستنتاج واش راح يكون؟ بما أن عندنا بالشكل هذا، لاحظوا الاستنتاج، أنا دايما نقول قبل ما تستنتج دير ملاحظة، نلاحظ الـ V2 تاع 30 دقيقة أصغر من V1 تاع 10 دقائق، لاحظوا تاع 30 صغر من تاع 10، ما معنى ذلك؟ الاستنتاج السرعة تتناقص خلال حدوث خلال التحول الكيميائي بمرور الزمن. إذن هذا هو الاستنتاج تاعنا، فالاستنتاج هو أن السرعة تتناقص بمرور الزمن على التعليل شفناه في الوحدة الأولى. وش نقوله في الوحدة الأولى؟ في الوحدة الأولى نقول أن السرعة تتناقص لتناقص التصادمات الفعالة بين المتفاعلات، لكن هو هنا ما قالش ماذا تستنتج، قال ماذا، عفوا ما قالش علل وانما قال ماذا تستنتج فقط. اذا بما ان السرعه تاع هذه اقل من هذه معناها السرعه تتناقص. الان نروح للجزء الثاني اللي هو الجزء تاع الاحماض والاسس، معايره الحمض اساس. اذا
الجزء الثاني من التمرين هو معايرة. الجزء الثاني من التمرين هو معايرة. في المعايرة هذه أعطاني منحنى بياني PH ناقص PKA بدلالة حجم الأساس المضاف مللتر، وكان شكل البيان هكذا، شكل البيان هكذا تقريبا هكذا، علما أن هذه القيمة وضعت فيها ناقص 0.9 وهنا وضعت 2 بالشكل هذا. يقول نص التمرين إذا أعطاني المنحنى البياني هذا، رايحين نقرأه البيان أو نص التمرين، نص هذا الجزء من المعايرة، من تفاعل المعايرة، ينص على ماذا؟ يقول معايرة حمض كربوكسيلي بأساس، يحضر محلول أس بحل N 0.01 مول من حمض الميثانويك النقي في الماء. إذا السؤال الأول دخلنا إلى الدين الروماني، المطلوب منا معادلة انحلال الحمض في الماء. معادلة انحلال الحمض في الماء عندنا H COO H زائد H2O ليكيد تعطينا H COO- زائد H3O بلس. هاي المعادلة تاعنا، معادلة انحلال الحمض في الماء، معادلة انحلال الحمض في الماء. فلو نوجدوا التقدم حالة انتقالية ان زيرو ناقص اكس الماء بوفرة، هذا اكس هذا اكس. يقول السؤال الآن احسب التركيز المولي سئة. إذا المطلوب منا، المطلوب منا حساب سئة ونبين أن الحمض ضعيف. إذا المطلوب مني نحسب سئة ونبين بلي الحمض ضعيف. أبنائي بناتي كيف راح نحسب سئة ونبينوا بلي الحمض ضعيف؟ إذا حساب سئة وحساب مباشر، سئة وحساب مباشر، عندنا كمية المادة هي التركيز في الحجم، إذا سئة هي N على V، الآن تاعنا 0.01 والفي واحد، إذا سئة هي 0.01 مول بار لتر، هذه يكفى نحسبو كمية المادة، وعلما أن السؤال هذا سهل، الأغلبية دخلهم الشقلك أو راح يعطيونا سؤال كيما هذا. إذا تولوا الأولاد عندي أن هي سي في في، السي هو أن على في مباشرة، وبالتالي تركيز المحلول الحمضي هو 0.01 مول بار لتر. نروح للجزء الثاني، قال لك بين أن الحمض ضعيف. هذا السؤال باه نجاوبوا عليه، إما طو أقل من واحد، إما تركيز الأش 3 بلس أقل من سي. فباه نعرفوا بلي الحمض ضعيف، إما أجيب عن طريق الطو أو أجيب عن طريق المقارنة بين الأش 3 بلس وسي. دونك في الحالتين نحتاجو الأش 3 بلس، باه نلقاو الأش 3 بلس ما نساوش بلي في نص التمرين عطانا ناقلية، معناها رايحين نحسبو التركيز تاع الأش 3 بلس. فبان جاوب على السؤال نقول حساب تركيز لاشترو بلس. نحن نعلم ان الناقلية النوعية سيجما هي مجموع اللندا الشاردة في تركيز الشاردة، اللندا الشاردة في تركيز الشاردة، رايحة تمدلي لندا اشترو بلس في تركيز لاشترو بلس زائد لندا اش سي او او موان في التركيز اش سي او او موان. دونك عندنا شوارد هذه وهذه، لندا شارده في التركيز زائد لندا شارده في التركيز. من جدول التقدم واش نلاحظوا؟
من جدول التقدم، هذا عنده اكس وهذا عنده اكس، واش معناها؟ معناها متساويين. اذا نكتب مباشره باللي اش طروق بلس تساوي اش سي او او موان، راهم متساويين في جوج، هذه وهذه. مادام راهم متساويين اذا نقدر نخدم بواحد فيهم ونخرجوا عامل مشترك، فنجد سيغما لندا اش طروق بلس في تركيز اش طروق بلس زائد لندا اش سي او او موان في تركيز اش طروق بلس. مفهوم واش درت؟ عوضت الاش سي او او موان بما يساوي، لان هناك مساواة، هذا يساوي هذا. نخرج اش طروق او بلس عامل مشترك، تبقى لي لندا اش طروق بلس زائد لندا اش سي او او موان. اذا تركيز اش طروق بلس واش راح يساوي لي؟ سيغما على لندا اش طروق بلس زائد لندا اش سي او او موان. تطبيق عددي، سيغما 0.049 على لندا 5.46 و35، 5.46 و35، لكنها معطاة بالميلي سيمنز، إذا في 10^-3. النتيجة يا ابنائي رايحة تخرج لنا مول على المتر مكعب. اتعلم انك تخدم بمنهجية في دماغك، ما تخليش روحك تخدم هكذاك بدون فهم. فالقيمة رايحة تخرج بالمول على المتر مكعب لأنها ناقلية. ثم بعد ذلك نقوم بعملية التحويل. عندي 0.049 قسمة، إذا قسمة 5.46 زائد 35، إذا 1.21. إذا هنا عندي 1.21. بصح أبنائي النتيجة راهي مول على المتر المكعب، تولي لي النتيجة هذه تولي لي 1.21 في 10^-3 مول على اللتر. الجماعة تاع التلاميذ اللي يوالفوا ما يكتبوش هذه ويكتبوا مباشرة هذه، مع مرور الوقت راحين يوليو ينساو بلي كاين هناك تحويل. إذا أنا أؤكد أخدمها مول على المتر كوب ومن بعد مول على اللتر. إذا واش نلاحظوا؟ نلاحظوا بلي تركيز باش تخوا بلوس هو 1.21 × 10^-3، بينما تركيز السي أ هو 0.01. إذا رايحين نجاوبوا على الحمض الضعيف، الحمض الضعيف عندنا إما نقول له الطريقة الأولى المباشرة نلاحظ تركيز الأش طروق بلس أقل من سي، الحمض ضعيف، هذه الطريقة، علما أني نفس الفكرة لكن في مكان أني نقسم ندير مقارنة، أو طو هو أش طروق بلس على سي أ. إذا 1.21 × 10^-3 على 0.01 تخرج لنا 0.12 أقل من 1، الحمض ضعيف. إذا باه تعرف بلي الحمض ضعيف أو قوي، إما دير مقارنة بين الطو لاش طروق بين الطو والسي، إما تروح مباشرة تحسب الطو، عفوا، إما تقارن بين لاش طروق بلوس وسي، عفوا، تلقى اش طروق بلوس أقل من سي في الحمض ضعيف، إما تروح دير نسبة بيناتهم تخرج لك أقل من 1 تقول الحمض ضعيف. هذا فيما يخص سؤال الاش طروق بلوس. من بعد واش طلب منا؟ قالنا احسبوا قيمة البياش. إذا حساب البياش، حساب البياش اللي هو السؤال رقم 3، باه نحسب البياش نحن نعلم أن البياش القانون تاعو مباشرة
هو ناقص لوغ اش 3 بلس. اذا ناقص لوغ 2.91 في 10 قوة ناقص عفوا صفر 1.21 في 10 قوة ناقص 3. اذا ناقص لوغ القيمة يخرج لنا البي اش 2.91. اذا البي اش 2.91. اذا هكذا حسبنا قيمة البي اش بعد حساب تركيز الهيدرونيوم، علما انه في طريق طرحه للسؤال كان قادر يقول احسبوا التركيز هذا استنتجوا بلي الحمض ضعيف ومن بعد اجت بي اش، لكن هو حساب التركيز هذا خلاه سؤال ضمني باش توله ليه وحدك، باش تعرف بلي باش تلقى الحمض الضعيف لازم تلقى الاش 3 بلس وتقارنه مع الشيء او تحسب الطول، بينما في الاسس باش تعرف بلي الاساس ضعيف تحسب الهيدروكسيد باش تقارنه مع الشيء او تحسب الطول. نروحوا للجزء تاع المعايره 4. يقول السؤال خلصنا الان من التفاعل هذا، ونروحوا للمعايره. في المعايره يقول سؤال المعايره يقول معايره ذئة من المحلول اش، تسمى هنا دوك راح يدير لنا معايره واش راح يعير الاش سي او واش هز منه ذئة 10 مليلتر، علما ان التركيز تاعو لقيناه 0.01 مول بار لتر. اذا راح يدير معايره تاع هذا الحمض باه يعيرو بالان ا او اش، راح يعيرو بان ا بلس اش اومو. التركيز تاعو سي بي وحجمه في بي. راح يدير لنا معايره بين حمض ضعيف واساس قوي، حمض ضعيف واساس قوي. هذا الحمض الضعيف سي او اش وهذا الاساس القوي فيه اش او موان، والان ابلوس هي شارده غير فعاله او متفرجه. مكنت الدراسه من رسم المنحنى البياني التالي، اعطاني المنحنى البياني الموضح في الشكل. المنحنى البياني بي اش ناقص بي كا بدلاله الحجم المضاف. اذا ابنائي بناتي، اذا كنت في تفاعل معايره، في تفاعل معايره لازم تكون عندكم دقه التركيز، تركزوا دقة الملاحظة. كيف ذلك؟ النقاط المهمة في أي بيان تاع معايرة هي نقطة الانطلاق، نقطة نصف التكافؤ، ونقطة التكافؤ إذا كنتوا تعرفوهم، إذا كنتوا تميزوهم. فالبيان تاعنا هنا بالإضافة إلى المفاهيم، واش معناها نقطة انطلاق؟ واش معناها نقطة نصف تكافؤ؟ واش معناها نقطة تكافؤ؟ فقلت في المعايرة يهمكم ثلاث نقط أساسية. الانطلاق معناها المضاف راهو صفر، وتقدروا تحتفظوا بالبي اش ابتدائي. ها واش معناها المعايره؟ في نقطه الانطلاق المضاف راهو صفر، بي اش ابتدائي لما هو موجود في كاس باشا. نصف التكافؤ تعرفوه بزوج اماكن، اما البي اش يساوي البي كا ا، ولا البي اش يساوي بي كا ا، ولا النسبة أساس على حمض تساوي واحد عفوا تساوي صفر، أي النسبة تساوي واحد والحجم المضاف يكون حجم التكافؤ على اثنين. شفتوا باش تعرفوا نقطة نصف التكافؤ؟ نصف التكافؤ إما البي اش يساوي البي كا ا، إما النسبة باللوغ تساوي صفر دون لوغ تساوي واحد أو بالحجم المضاف. نقطة تكافؤ تعرفوها باختفاء المتفاعلين والمزيج ستوكيومتري، تسمى أن على الرقم ستوكيومتري تساوي أن فتحة على الرقم ستوكيومتري. هذه نقاط مميزة. بما أن يطلب مني بي كا ا، وأكيد حين نوظفوا البيان هنا بي اش متغير، هنا بي اش متغير، لانه بي اش قاعد يتغير ما نقدرش نحافظ على الابتدائي.
في نص التمرين عندي غير بي اش ابتدائي، معناها مباشرة يجي في بالي نقطة الانطلاق، هاي نقطة الانطلاق، هاي نقطة الانطلاق. فنقول بي اش ناقص بي كا تساوي ناقص 0.9، بما ان الحجم المضاف صفر معناها البي اش راهو اللي حسبناه قبل اللي هو 92. اذا فهذه هي النقاط المميزة، فنمحيها نقول مباشرة مباشرة ايجاد البي كا واش راح نقول له؟ من اجل في بي مضاف يساوي الصفر عندي معلومتين، عندي البي اش 92 الذي حسب سابقا، وعندي بي اش ناقص بي كا تساوي ناقص 0.9. ابنائي بناتي، مادة الفيزياء هي مادة ممتعة، فقط يكفي انك تفهم واش قاعد يحدث، تفهم واش قاعد يحدث ما يصراولكش مشاكل في حل التمارين. فمن اجل المضاف عند الانطلاق نهزو البي اش الابتدائي، وهذه نهزوها من البيان، هذه جبتها من البيان وهذه جبتها من الحساب الاول السؤال السابق. مباشرة بي اش ناقص بي كا ناقص 0.9، اذا بي كا هي بي اش زائد 0.9. قلت البي كا منا موجبة وهذا رديته منا 2.91 زائد 0.9 فتعطينا مباشرة بي كا 3.8 او 3.81، الوحدة ذاك نخليه او نحيه 3.8. وبالتالي قادر يقول لك ما هي الثنائية، الثنائية اللي قاعدين نخدموا عليها هي اش سي او واش اش سي او او موان، هذه هي الثنائية تاع البي كا هذا. مفهوم الطريقة الأولى فإيجاد البي كا يتخمم في التكافؤ، يا في نصف التكافؤ، يا في الانطلاق، وكل نقطة عندها ميزاتها، وأنت في التمرين كيعطيك دقق مع الميزات لكل نقطة. السؤال اللي بعده إيجاد التركيز المولي سابق، تلاحظوا بلي نبحث على سيبي، إيجاد التركيز المولي سيبي، إذن إيجاد سيبي، ومادام قالنا معايرة، إذا نلقاوه بالتكافؤ، معايرة معناها تكافؤ، تكافؤ معناها أن أش سي أو أش تساوي أن أش أو موا. الرقم ستوكيومتري واحد واحد، إذا سي أ في في أ تساوي سي بي في بي أو، إذا سي بي هو سي أ في في أ على في بي أو. لكن تلاحظوا بلي في العلاقة كاينين مجهولات، سي أ مجهول والفي بي أو مجهول، هادو في زوج مجاهيل. ما نساش عطاني بيان، بيان فيه نقطة مميزة هي هذه، في المكان هذا بي اش ناقص بي كا شحال تساوي؟ صفر. اذا حنقولو ايجاد بي بي او، لدينا بي اش ناقص بي كا تساوي صفر، معناها البي اش يساوي البي كا لما الحجم هاهو في بي مضاف، في بي مضاف يساوي 5 مليلتر. ما معنى أبنائي هذه النقطة؟ وكرر النقاط المميزة، كذلك في الرياضيات تقدر تلقى نقاط مميزة، في البيانات عن طريق التقاطع مع محور التراتيب، التقاطع مع محور الفواصل، الفواصل والتراتيب، الفواصل لما يقطع معاها معناها التراتيب معدوم، واضح؟ التراتيب لما يقطع معاها معناها الفواصل معدوم، هذه كلها نقاط لازمك توالف مع مرور الوقت أنك يعطيك تمرين تفهم المعاني تاعها، لأن فهم المعاني تاعها هو اللي يخليك تحل التمرين بشكل صحيح. فلما كان في اش يساوي بي كا التقاطع هنا، معناها النقطة هذه نقول عنها نصف تكافؤ، وكي نقولوا نصف تكافؤ معناها المضاف هو في بي أو على 2، معناها في بي أو و 2 في بي، إذا 2 في 5
تخرج لنا 10 مللتر. اذا ما هو الحجم المضاف عند التكافؤ؟ الحجم المضاف عند التكافؤ هو 5 او عفوا هو 10 مللتر عددي. سي بي تساوي سي ا 001 في 10 على 10. اذا يخرج لنا مباشره سي بي 001 مول على لتر. اذا هو تمرين جيد للمراجعه، فهو مزيج بين احماض واسس وكذلك تفاعل اماعه. فابنائي بناتي حاولوا انكم تحلوا التمرين قبل ما تشاهدوه على القناه، ثم بعد ذلك تعاودوه مره او اثنين، تفهموا الافكار جيدا، لان الهدف هو مش انك تعرف تحل التمرين فقط عن طريق النقل، وانما عن طريق فهم النقاط الاساسيه وحيثيات هذا التمرين. في انتظار بقيه التمارين ابنائي بناتي، لا تنسوا المشاركه في القناه ودعمي عن طريق نشر الفيديوهات في مجموعات البكالوريا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.